العاصفة دانيال، حديث الساعة، والحقيقة حديث الساعة في العالم نتيجة اللي تسببت في هذه العاصفة الحقيقة، سواء إذا كان اللي حصل في اليونان أو اللي حصل في ليبيا، فأصبحت الحديث العام هي العاصفة دانيال بالنسبة لنا هنا في مصر. طول دي صور من ليبيا بالمناسبة. ربنا يا رب يا رب يا رب يزيح عنهم كل الهموم وكل الأزمات، ويقدر ليبيا ويقدرنا كلنا كعرب إن إحنا نبقى طول الوقت واقفين مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية. يعني أنا حتى وأنا قاعد عمال بتفرج على المقاطع الإخبارية المتعلقة بالدمار اللي حصل في ليبيا، فعلا مذهول، فعلا مذهول، لأنه تعرف حتى كده يعني بتعبير الضباط والسلك الدبلوماسي يقول لك خدمت في المكان الفلاني. أنا بعتبر أن أنا خدمت في ليبيا، وإن كانوا تقريبا حوالي أسبوعين، سنة 2017 كنت في ليبيا هناك أنا وزميلي العزيز جدا إبراهيم جاد رئيس قناة أون تي في حاليا، زميلي محب مدير التصوير عاصم المنتج الفني يعني، المهم، وكنا هناك. فليبيا بالنسبة لنا ليها معزة كبيرة جدا على قلوبنا، كنا هناك طبعا بنغطي الحرب واللي بيجرى وما إلى ذلك، لكن الليبيين فعلا من أطيب شعوب الأرض، ناس طيبة لأبعد الحدود، وليبيا نفسها وأنت تنظر إليها كطبيعة مكان ساحرة. فبتمنى من ربنا والله من قلبي ان ربنا يزيح عنهم هذه الغمة، ويقدرنا ويقدرهم جميعا، يقدرنا كلنا على انه يعني نساعد قدر الاستطاعة، حتى وان كان بقلوبنا بدعائنا الى اخره، بانه يعني اثار هذه الغمة وهذه الكارثة الطبيعية، هذا الاعصار او العاصفة دانيال يعني، ونتمنى انها تنتهي على خير، وخصوصا عندنا في مصر، لانه دانيال وصل ل منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح والأسكندرية. وهنا بقى احنا معانا على التليفون دكتور علي قطب، نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، وأهلا بكل المشاهدين المتابعين عبر القناة الأولى المصرية. دكتور طمنا، ربنا يطمنك، وصول دانيال لمصر. الحمد لله. اولا يعني ما حدث من يعني كارثه بالحقيقيه للشعب الليبي الشقيق نتيجه هذه العاصفه كانت مؤثره جدا جدا، ولكن هو ده طبيعه المناخ، هناك من الظواهر الجويه لا يستطيع الانسان مواجهتها، ولكن هو كل ما يستطيع من خلال التكنولوجيا الحديثه ومن خلال التوقف عن ارتفاع درجه حراره الارض أن يحد من هذه الكوارث الطبيعية فقط. وبالتالي ما حدث لليبيا فقد الطاقة الكبيرة التي كانت مصاحبة لهذه العاصفة، وبالتالي ما تبقى منها إلا القليل، حوالي ما يقرب من 20 أو 25% فقط، اللي هو بيؤثر على جمهورية مصر العربية، وتمثل في دخول هواء، هذا الهواء كان باردا نسبيا وأثار الأتربة والرمال على غرب مصر تحديدا، وفي خلال الساعة ستسقط أمطار رعدية، وإن كانت الأمطار ليست بالغزيرة ولكنها أمطار رعدية نتيجة لسخونة الأرض ونتيجة للكتلة السحابية الموجودة في طبقات الجو العليا، فسوف تسقط أمطار في خلال الساعة على الساحل الشمالي ومدينة مطروح. هذه الأمطار ليست بغزارة ولكنها أمطار رعدية متوسطة الشدة، وتتحرك ويتحرك معها المنخفض الجوي، ليؤثر إن شاء الله غدا الثلاثاء على باقي محافظات شمال مصر بما فيهم القاهرة الكبرى. في بداية النهار ستكون رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، وفي مساء أو بعد الظهر ستسقط معها بعض الأمطار، وأيضا أمطار متوسطة الشدة ليست بالغزارة، وستسقط على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ليست القاهرة الكبرى كلها، تحديدا المنطقة الغربية أكثر عرضة لسقوط الأمطار، المنطقة الغربية للقاهرة يعني. المنطقة الغربية دي بقى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالتأكيد. أيوه يا أستاذ يوسف. أما العنصر الأساسي الذي سوف نشهده هو انخفاض درجات الحرارة، إن درجة الحرارة اليوم كانت ما زالت مرتفعة وقت الظهيرة،
وخلال ال 48 ساعه المنقضيه اللي وصلت فيها درجه الحراره الى 39 درجه مئويه على القاهره الكبرى، غدا ستنخفض درجه الحراره وتكون 32 درجه العظمى على القاهره الساعه 3 ظهرا، وبالتالي ده ما سوف نشهده من تحسن على مدار الاربع ايام القادمه، وهو انخفاض درجات الحراره مع ظهور لكميات السحب المنخفضه والمتوسطه. طيب السؤال يا استاذ يوسف، الناس ما تخافش ولا تخاف؟ لا الناس ما تخافش، بس يكونوا حريصين. حريصين في ايه؟ في القيادة على الطرق، خاصة طريق القاهرة الاسكندرية طبعاً. وطريق الاسكندرية مطروح، سواء كانت بسبب الأتربة التي سوف تؤدي لتدهور في الرئة الأفقية على طريق القاهرة الاسكندرية، ثم بطريق القاهرة الاسكندرية مطروح وهو هطول الأمطار الرعدية التي تكون أحيانا في ساعات المبكرة من الصباح. طب سؤال يا دكتور علي، امتى بقى تنتهي هذه العاصفة يعني ويعود الجو لحالته الطبيعية؟ يوم الأربع تماما تنتهي هذه العاصفة من حوض البحر المتوسط تماما. هي طاقة يا أستاذ يوسف، الطاقة لما تفقد خلاص انتهى المنخفض الجوي، فهو طاقة تكون في البحر المتوسط وأثر على اليونان وتركيا بعاصفة وكانت ذروتها، ثم تحرك بعرض البحر المتوسط، وأثناء حركته فوق البحر المتوسط اكتسب طاقة. البحر دائما هو مخزن للطاقة الشمسية، وبالتالي اكتسب طاقة كبيرة جدا 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 فقدها أثناء اصطدامه بشواطئ ليبيا، وأدى إلى ما أدى ما عليه من هذه الظواهر العنيفة المناخية من أمطار ومن ثلوج ومن فيضانات ومن ارتفاع للأمواج، ولكن بتقل منه بقى الطاقة دي 25% اللي أنا أشرت إليها تأثيرها على جمهورية مصر العربية. شرق المتوسط ينتهي تماما هذا المنخفض، لأن معظم المنخفضات الجوية الحركة بتاعتها بتبقى في حضن جبال أطلس أو جبال الألب، وتتحرك بمحاذاة الساحل الشمالي لأفريقيا، ثم تؤثر على شمال أفريقيا تحديدا تونس ليبيا ثم مصر، وبيختلف شدته من منطقة. طب سؤال أخير يا دكتور علي، يعني ده احنا ليه ما كناش بنسمع عن دانيال دي قبل كده؟ يعني لا عندنا ولا كنا نشوف مثلا، الحمد لله وشكر لله، زمان ما كناش نشوف دمار زي كده يجرى مثلا في ليبيا، ما كناش بنسمع الكلام ده زمان ليه؟ اولا لعدة اسباب. السبب الاول الاعلام، كان قديما الاعلام يعني مش ابديت. النهارده الحدث بيحدث في امريكا وحضرتك سرعة انتقال الخبر على الهواء. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، التغير المناخي اللي العالم كله واقع فيه، وللسيد رئيس الجمهورية بيشير بيه في كل اجتماعات، وأخرها صحيح. اجتماع العشرين اللي كان في نيودلهي في الهند، وتركيز السيد الرئيس على التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة، هذا هو السبب الثاني أن تحدث مثل هذه العاصفة في خلال هذه الأيام. هذا هو التغير المناخي صحيح. لكن حدوثها كان من الممكن أن يكون في الشتاء أو في نهاية الخريف، هذا هو الطبيعي، لكن ما حدث هو غير الطبيعي. ربنا يستر. أشكرك يا دكتور على هذه الإفادة الحقيقة، كل الشكر دكتور علي قطب نائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق.